الحقيقة الدولة بتحرص على تقديم خدمات مميزة للمواطنين ضمن المشروع القومي لمنظومة خدمات التوثيق، وفي هذا الإطار افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل والمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 3 مكاتب للتوثيق، وبكده بيصل إجمالي عدد المكاتب 517 مكتب توثيق مميكن لتمكين المواطنين من الحصول على خدمات التوثيق بطريقة أفضل. خلونا نتابع مع بعض تفاصيل أكثر من خلال التقرير التالي. في إطار حرص الدولة على تطوير أساليب العمل للتيسير على المواطنين في المعاملات الحكومية، تم افتتاح عدد من مكاتب التوثيق المميزة بالمراكز التجارية تفعيلا للمشروع القومي لميكنة مكاتب التوثيق. واحد من أهم ثمار التعاون البناء ما بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ميكنة أعمال وزارة العدل ضمن المشروع الأكبر عدالة مصر الرقمية، لكي نقدم خدمات مميكنة مطورة محوكمة ميسرة للمواطن المصري. احنا نأكد على الاستمرارية في افتتاح مثل هذه الفروع المميكنة التي تساعد على تأدية الخدمة للمواطنين في أفضل صورة ممكنة، وإن شاء الله عندنا النهاردة أكتر من مكان هنفتتحه على نفس المستوى، وده بيضاف إلى سلسلة المنافذ الحديثة التي وجه بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. العمل على تطوير وتنمية منظومة مصر الرقمية الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف توفير الوقت والمجهود مقابل رسوم إضافية، حيث تقدم الخدمات من خلال الحجز المسبق بالتطبيق الإلكتروني. الخدمة هنا متاحة مساء كمان، غير أن الشارع العقاري اللي شغال بالنهار احنا بنشتغل ليلا حتى 9 مساء، حتى يتمكن أي مواطن من إتمام إجراءه في أي وقت يريده. هنا خدمات التوثيق دي بتشمل كافة أنواع التوكيلات، سواء توكيلات عامة أو خاصة أو جميع الزبات المحررات في الشهر العقاري عموما، يعني ما عدا تسجيل الملكيات، دي بتبقى في الفروع الرئيسية. أنا أول ما جيت حجزت امبارح بالليل، لقيت مكان فاضي، كان بالنسبة لي إن أنا يعني كنت محتاج أقرب وقت إن أنا أعمل فيه التوكيل. فعلا جيت على طول، الامور كانت ميسره الحمد لله، المقابله كانت كويسه جدا. الاول كان الواحد طبعا بيروح الشارع العقاري بيقف بالطوابير وحاجات كده صعبه يعني شويه، لا بس الحمد لله لا دلوقتي افضل يعني بكتير. تلبيه الاحتياجات لكل الفئات على مستوى الجمهوريه عبر مقرات لائقه ياتي تطبيقا للاستراتيجيه الوطنيه لتوفير التوسع الجغرافي والتكنولوجي في خدمات الشهر العقاري والتوثيق الرقمي بكل الجهات والهيئات. خالد احمد، MBC مصر.